هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مقابلة ركستو كيفاش بدينا بريمير ميطا كلها كانت ديال الرجاء. باقي كعندنا الخصاص، الرجاء راه فاقت، هذه هي الانطلاقة إن شاء الله بهذا الميركاتو الجاي غنكونوا بوكلينا الخصاص ونلعبوا عليها كاملين ونجيبوها. مازال جيش إن شاء الله غنلعبوا حنا عندنا بحال الماتش الجيش بحال ديال وجدة، مستعدين الدراري واجدين وما يكون غير الخير إن شاء الله. إن شاء الله تقدر ديال الوردي. الوردي غيكون معنا، راه غيبدا التدريب من غدا مع الفرقة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.